الله الرحمن الرحيم. نحن خليج القاضية مشرفة على هذا الاحتجاج، احتجاج الكادر العراقي اللي كان يعمل مسبقا في الشركة المصرية، شركة الجنسية المصرية بحق الزبائن. نطالب أولا من وزارة العمل، من وزارة النفط، من هيئة تشغيل حق الزبائن شركة نفط البصرة، بمراقبة الشركات الأجنبية وإدارات الشركات الأجنبية لتطبيق وتنفيذ قانون العمل، قانون العمل رقم 37 لسنة 2015. اجتمع البرلمان على إقرار قانون عمل بمواد تخص الكوادر العراقية والشريحة العمالية بالدرجة الأساس لخدمة ومصالحهم، لكن هذا القانون ما دخل حيز التنفيذ. إذا طبق من عدة فطبق من عدة 2% من المواد القانونية، كل المواد تصب بمصلحة العامل، فلا أكو رقابة. والرقابة إذا أجت من وزارة العمل فتدخل مجرد ما تعبر أسوار الشركة تأخذ اللي ينكون لهم كمدراء، يعني الرقابة الفازة نسميها. وزير العمل نفسه من طلع بلقاء متلفز المقدم شيء له، قال لي انت راح تعتمد بتنفيذ القوانين، قانون التقاعد وضمان الاجتماع وقانون العمل العراقي، راح تعتمد بتنفيذهم على لجانك التفتيشيه. قال لك كل اللجان او اغلب اللجان هي بيها فساد وما راح نقدر نعتمد عليه، لكن نعتمد بالدرجه الاساس على العامل نفسه، على انه العامل نفسه يوصل صوته. فاليوم هذا العامل نفسه اليوم كمهندسين وفنيين ومساعدين لحامين كافه الفئات والشريحات العماليه اللي موجوده اليوم تريد توصل صوتها لوزاره النفط والوزير العمل نفسه اللي قال انا اعتمد على العامل نفسه يوصل صوته. امين انه احنا ناس انظلمنا، اشتغلنا 12 سنه في الشركه المصريه، اقل واحد بيشتغل اقل واحد 5 سنوات في الشركه المصريه، بحيث كل اللي موجودين هنا هسه يخافون يروحون يسوون تحليل، لان اذا سوى تحليل راح يطلع فيه سرطان. مع السنة هو قاعد بحق النفط ويشتم دخان والانبعاثات الغازية اللي موجودة بالمحطات النفطية ويكمل صيانته عليها، لكن يجي الوقت اللي ينتهي عقده ويا الشركة، الشركة تسلب كافة حقوقها. الحقوق وفق المادة 45 من قانون العمل العراقي تقول اللي تنتهي خدماته إلى مكافأة نهاية الخدمة بمقدار نصف راتب عن كل سنة خدمة. المادة 76 والمادة 74 تنص على أنه إلك حقوق عن الإجازات اللي ما أخذتها وما تمتعت فيها طيلة فترة الخدمة، وإلك حقوق عن أيام العطل والاستراحات اللي ما تمتعت فيها طيلة فترة الخدمة. هاي كلها تعويضات تعتبر للعامل بعد انهاء خدماته. الغريب بالموضوع كل القانون وكل المحامين والقضاة اللي موجودين بهاي الدولة يقرون هذا الموضوع، لكن اللجان اللي تطلع تتغاضى عنه وتغض النظر عنه، بحيث ما وصلنا لاي لجنه تدخل هنا ما تلتقي بالعمال، تلتقي فقط بالمدراء، تاخذ اللقاء سواء الله ويطلعون كانه اي شيء صار. الشركه المصريه ضمتنا بالدرجه الاساسيه بتسجيل الضمان الاجتماعي، ما سجلت الرواتب كامله، سجلت اغلب الناس على انهم موظفين خدمات والرواتب مو 100%، ضمتنا بالعمل الاضافي والاجازات ورصيد الاجازات، وضمتنا حتى بالمستحقات واجبات الطعام، وضمتنا بالحقوق كلها، لكن بعد انتهاء العقد ما لنا حق انه نطالب بتيجي الامور، نطالب بالامور اللي ينص عليها القانون. يحق لك بعد انتهاء العقد تطالب مكافاه هاي الخدمه ورصيدك الاجازات يتحول بالفلوس، وايام العمل الاضافي والعطل والاستراحات اللي قررتها رئاسه الوزراء انه تتعوض كذلك بمبالغ ماديه. فاليوم نوصل صوتنا كمهندسين وفنيين ومساعدين الى وزاره العمل بالدرجه الاساس، الى وزير العمل الاستاذ احمد الاسدي، وإلى وزارة النفط وإلى شركة نفط البصرة وهي تشغيل حق للزبير، أنه هذه الشركة عندنا معاها أكثر من مشكلة وأكثر من حق سالفته، وأكو هواي شركات موجودة بهذا الحق المتهربة ضريبيا من الدولة، لكن الدولة غضت النظر عنها، فكيف شلون هاي الناس راح تأخذ حقوقها؟ ما نعرف. ظل الأمر متروك إلى الوزارات والأمر متروك إلى الرأي العام. ممكن اليوم إحنا وقع احتجاجية سلمية قانونية، لكن إذا ما كانت أكو استجابة من الشركة المصرية ممكن راح يكون تصعيد بالموضوع، لكن وفق القانون والسياقات القانونية ممكن الخطوة الجاية ما راح يكون الاحتجاج هذا المكان بمكان الكمب المصري أو مقر الشركة المصرية، ممكن يكون بمواقعها اللي جاي تشتغل بها أو محطاتها اللي ماخذة بها مشاريع، وممكن يتأزم الوضع أكثر وممكن يصير تصعيد أكثر من هذا التصعيد. اللي نتأمله واللي نترجاه من هيئة تشغيل حق للزبير انه تنظر للكوادر العراقيه اللي شالت المحطات لمده 12 سنه بالنظره اللي انه هذول لهم حقوق ولازم تتنفذ وفق القانون، وتباوع لهاي الشركه الاجنبيه اللي عندها تهرب ضريبي من الدوله واللي سالبه حقوق الناس، انه شركه غير مؤهله انه تكون موجوده اساسا بالبصره. اكبر حقول النفطيه هي بالبصره واللي تديرها هاي الشركه، ومع الاسف انه العراق بدا يلجا الى شركه مثل الشركه المصريه تدير لحقل مثل حقل الزبير، وهي عندها مشاكل قانونيه اكثر من شغلها، من اكثر من شغلها اللي كان بالبصره.